السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. انا داخله على برج الاسد بالطاقه الايجابيه وبالفرحه والابتسامه، فده بيدل ان الايام بتاعتك هتضحك لك باذن الله. يلا بينا بقى من غير مقدمات، اهلا وسهلا بكم حبايب قلبي مواليد برج الاسد. الفتره دي يا رب يكون الخير، يا رب يكون الفرحه، يا رب يكون السعاده على جميع الاوضاع بتاعتكم. هنشوف دلوقتي الملح الروحاني بالسبحة الروحانية بتاعتكم هتقول ايه. يا رب يكون خير ويا رب يكون تفاؤل. خلي بالكم يا برج الاسد ان انتوا الفترة دي عندكم حبة تعقيد، والتعقيد دي من الافكار السلبية اللي من ورا ظهر ناس كتيرة جدا. يلا بينا بقى نشوف السبحة بتاعتك ونقول بسم الله. طبعا انا بعمل كمان الملح بتاعكم وقع، فده بيدل على حبة تعقيد. طيب هنسيب الملح خالص دلوقتي ونبدأ من جديد. هنسيب الملح اللي اترمى وخلينا في القراءة بتاعتك. بسم الله. طيب الفترة دي انتوا يعني الميزان بتاعكم مش عادل، او في حد مش عادل الميزان عندكم. الميزان فيه طبة مايله وطبة مش مايله، فده بيدل ان انتوا حيرانين في النص، لكن بفضل ربنا عندكم حل مشكله او مفتاح، والمفتاح ده هتحلوا بيه مشكله. كان في ضرب نار، كان في شويه مشاكل، كان في شويه عراقيل واقفه بينكم ما بين حد، لكن الامر هيتحل خلال ايام معينه. هتلاقوا الامور بدات تتحل عندكم. انتوا هنا عايز هربانين من واقع، او هربانين من حد، او متداريين من حد، الله اعلم، بس انتوا بتحاولوا تداروا شويه بعيد عن العين. طيب الملح بتاعكم اللي وقع بعيد عن الطبق بتاعكم ده بيدل ان انتوا في عيون عليكم، بيدل ان انتوا الفتره اللي جايه هتمسكوا فلوس حلوه، بس خلوا بالكم ان انتوا في فلوس كتيره جدا خسرتوها، لا اما على ناس، لا اما خسرتوها في حاجه، في شراكه او في مشروع، الله اعلم. باذن الله الفتره اللي جايه في حد راجل كبير في السن هيعدل بينكم وبين حد. بلاش التسرع، ودي نصيحتي لآخر 10 أيام في الشهر ديسمبر. ابعد عن التسرع وابعد عن التردد، وكمان العراقيل اللي واقفالك في النص بينك وما بين نصيبك وبينك وما بين الحاجة اللي انت عايز تعملها. دي شوية نصايح من قبل ما ابدأ القراءة بتاعتك، وافتكر اني بقولك اخر او النص التاني من شهر ديسمبر. مش عايزاك تكون متسرع، وعايزاك تكون هادي جدا 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 الفترة دي، علشان الفترة دي هي فترة ان انت تقف على رجلك من جديد، وهي فترة ان انت توصل للحلم والهدف اللي في دماغك، علشان خاطر هيكون عندك بعض المواجهات مع بعض الاحداث اللي بقالها مدة شغلة بالك. فدي مقدمة الفيديو بتاعك يا برج الاسد، ولازم تركز كويس جدا في القراءة بتاعتك، علشان القراءة بتاعتك فيها بعض المواضيع الكتيرة، فيها بعض الطاقات الروحانية اللي عاملالك طاقات سلبية ومخلياك متوتر، ومخلياك الفترة دي عندك بعض المشاكل في حياتك. فبإذن الله قراءتك معايا النهاردة تكون تنطبق على كل ما يخص حياتك وكل أحداثك، ويلا بينا نشوف مع بعض. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. برج الأسد، برج الأسد انت دايما بتعمل حدود بينك وما بين الأشخاص. بص، أول حاجة هنا عندك انطلاقة جديدة، عندك أحداث حلوة، بس بتشبك المواضيع ببعضها لحد ما توصل للهدف بتاعك والحلم. أول حاجة أنت وقعت في مشكلة صحية، يعني تعبت صحيا وصحتك تعباك يا برج الأسد، بس برضو عملت ستوب وعملت حد بينك وما بين أي حد يتدخل في خصوصياتك أو يتدخل في حاجة ما تعنلوش حاجة. اليومين دول أنت بالك مشغول بحاجات كتيرة جداً، بالك مشغول بعملك، مالك مشغول بصحتك، بالك مشغول بصحة الآخرين اللي في حياتك، بتشغل بالك بالناس كلها. بس يا هل ترى انت شاغل بالك بالناس كلها؟ وانا بقدرك على كده، لما في حد بيسأل عليك، في حد بيقولك انت فيك ايه، انت مش راضي عن نفسك، انت بتدي كتير، وهو ده اللي جابك ورا. خليني اتكلم شوية عن الشخص المسجون عندك، اللي دايما بتقولي اتكلمي عن الشخص المسجون او الشخص المريض. لو هو مريض
فربك هيشفيه والشفاء من عند ربنا. الشخص المسجون واللي انت بتقول انا فعلا عندي حد مسجون، بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى ربنا هيخرجه علشان خاطر الدعوات الست اللي بتدعي له. ان شاء الله يا برج الاسد هتكون متألق، بس برج الاسد انت معاك ست وبنتها، الست وبنتها دي بتتدخل في كل حاجة تخص حياتك، وعندك بعض العراقيل بسببها. الست دي مش كويسة، لازم تحذر بينك وما بينها ولازم تبعد عنها. عندك طرف ثالث بيتدخل برضو في حياتك وانت مش عارف ان هو الشخص ده اللي بيتدخل في حياتك. انت يا برج الاسد متألق، واثق من نفسك، واثق من خطواتك، ما بتمشي اعملش حاجة غير لما تكون واثق منها، وعندك ثقة في كل حاجة تخص حياتك. بس عندك عدو عامل حبيب ليك، عدو عامل لك حبيب، وعامل ان هو بيحبك وان هو شايفك ان انت مفيش غيره. فعايزة انصحك يا برج الاسد الفترة دي من واحدة عجوزة، واحدة كده ملامحها مش مقبولة، الست دي مش كويسة. ايوة الست دي مش كويسة، وافتكر كلامي ده كويس جدا علشان هتحتاجه. انت اليومين دول بس منتظر اخبار، منتظر حمل، هتعيد كشفاتك عند الدكتور، هتعيد الفحوصات بتاعتك، في عندك خطوات وفي عندك خروجات من البيت. ده في نفس الوقت انت عايز تعمل حاجات في بيتك، عايز تجهز حاجات في بيتك، عايز تجدد او عايز تجدد في شخصيتك، في ملامح وشك، في شكلك، تهتم بنفسك، تهتم بلبسك، الله اعلم. في حاجات اتسرقت منك يا برج الاسد، وانا المره اللي فاتت برضو قلت لك نفس الكلام، قلت لك في حاجات اتسرقت منك. وفي عين قويه، عين قويه جدا ما هيقدرش غير ربنا هو اللي عليها، مهما تحصن نفسك منها هي عين صايباك. والعين دي المشكله ان هي مش حبالك الخير، رغم ان انت واقف جنبها جدا، رغم ان انت بتساعدها وبتبديها عن نفسك، يعني انت بتبدي ناس كتيره جدا عن نفسك. انت منتظر رزق، منتظر رجوع، منتظر ايه اللي انت منتظره في حياتك هو اللي هتحصل عليه من بعد التعب اللي انت مريت بيه المدة اللي فاتت. اليومين دول برج الاسد حرفيا ما بقاش يتمسك باي حد في حياته، ما بقاش يتمسك باي حاجة تخص حياته. وفي نفس الوقت انت عندك وسواس يا برج الاسد، الحاجة اللي بتحسها بتحصل من غير كلام، ومش كده وبس، انت عندك قرين مش سايبك في حالك. واليومين دول حرفيا برج الاسد بيقطع علاقاته مع كل الاشخاص اللي ممكن يضايقوه او يزعجوه او بس يفكروا انهم هم يتكلموا عليه. فبرج الاسد انا عارفة ان هو دايما متألق ودايما رافع راسه الفوق، وهتنتصر على كل الاعداء اللي في حياتك علشان انت واثق من نفسك، واثق من خطواتك، واثق انت مشكلة. اجمل ما فيك يا برج الاسد ان انت بتكون عارف انت عايز ايه وبتشتغل عليه، بس متسرع، والتسرع ده بيخليك تندم، تندم في حاجات كتير. فانا مش شايفه لك ندم الايام اللي جايه، شايفه لك بس تقدم وخير ورزق وتفاؤل وكمان طاقه ايجابيه هتنور حياتك. بس انا عايزه اقول لك ان انت عندك سحر مرشوش على باب بيتك من اعز مليك، يعني من الناس اللي انت بتحبهم، فيا ريت تخلي بالك. انا مش عايزه اشككك في حد، بس عايزك تحصن بيتك وتطرد الطاقه السلبيه. وعلى قناتنا التانيه هتلاقي العلاج لطرد لفك السحر بتاع البيت المرشوش، على قناتنا التانية اكتب تم عشان يوصلك. هتلاقي كمان يا برج الاسد دعم من شخص بقالك مدة قطع علاقتك بيه، هيكون في صلح او هيكون في دعم على جميع الاصعد ان شاء الله باذن الله. السحر اللي لخبط حياتك هو المشاكل، واكتر حرف وقع عليك ظلم منه هو حرف الحاء. حرف الحاء ده عمل لك مشاكل فوق ما انت تتخيل. انت عندك بينك وما بين البيت، بينك وما بين الاخت، بينك وما بين الوالد، بينك وما بين حد من برج الاسد مشاكل، بينك وما بين حد من برج الاسد مشاكل. انت والله يا برج الاسد كنت عايش مرتاح وعايش في نعمة، بس المشاكل اتحطت عليك وخربوا لك الدنيا، بيحاولوا بينهشوا في لحمك في غيابك، عندك نميمة، عندك نميمة. قولي انت هنا عندك كمية اشتياق ولهفة، بس قلبك فيه قهر وفي ظلم، قلبك فيه قهر وفي ظلم من اللي وقع عليك اللي كانتوا حبايبك. حد توفى عندك وانت زعلان عليه وقلبك مكسور، زعلان عليه وقلبك مكسور.
عايزه اقول لك انه في حد هيظهر في حياتك الايام اللي جايه يا برج الاسد، الحد ده هيقف جنبك وهيدعمك وهيديك الفرحه اللي انت مستنيها، هيديك الفرحه اللي انت مستنيها. عندك واحده ست ومعاها اكتر من بنت خربوا لك حياتك بسبب تجديد السحر، بسبب تجديد السحر. وخلي بالك انت معاد تجديد السحر ما بتكونش طايح حد، وبيبقى عندك تساقط شعر، ارهاق، تعب، كسل، خمول، تكسير في الجسم. ومش كده وبس، ده انت كمان القرين متسلط عليك، القرين متسلط عليك، القرين دايما بيعزي نفسك. عندك حد من برج الاسد مظلوم، عندك حد من برج الاسد مظلوم وانت فوضت امرك لله. بلاش من وقت للتاني تحس بالخنقة والضيقة، اطلع من اللي انت فيه، اعدائك حواليك كتير عايزين سقوطك وعايزين يوقعوك، فما تديش الفرصة لحد. انت قدها وقدود يا برج الاسد، على قد ما انت بتقاوم وبتعافر وبتجاهد بس قدها وقدود، محدش يقدر يضحك عليك، محدش يقدر يعمل لك مشاكل. كان عندك علاقة مع برج العقرب، وبرج العقرب كان شكاك، كان دايما بيشك في ضفر رجله، وانت تعبت واتخنقت او اكتشفت حقيقته وانفصلت عنه وقلت له انا مش عايزك، انت ظلمتني وانا ما عملت لكش حاجة، انت ظلمتني وانا ما عملت لكش حاجة. لو انت بتعاني من السحر اكتب تم يوصلك فيديو علاج السحر، وهتلاقوه اول تعليق في الكومنتات. بص يا برج الاسد، انت هنا واحدة ست كسرتك وخذلتك، عندك واحدة ست كسرتك وخذلتك. الست دي انت مكنتش انت ما عملتلهاش حاجة، انت ما عملتلهاش حاجة. حاليا الاسد وقف على ارض صلبة وبيقول انا ولا عايز حد يخش حياتي، ولا عايز علاقة تربطني بحد، ولا عايز اتكلم مع حد، ولا عايز حد يكلمني، ابعدوا عني، انا الحب ما جابليش غير وجع دماغ وجاب لي مشاكل، الحب ما جابليش غير وجع دماغ ومشاكل. من كل الناحية العاطفية وقع عليه غدر وظلم، من كل الناحية العاطفية وقع عليه غدر وظلم. اقرب الناس ليك اللي كنت بتقول عليهم كويسين، عندك برج السرطان اذاك، عندك بينه وبين برج السرطان اذاك، استغلوا طيبتك وحبك، استغلوا طيبتك وحبك واذوك، استغلوا طيبتك وحبك واذوك. عندك هنا يا برج الاسد حرف الواو، حرف الواو ده وقع عليك ظلم منه، حرف الواو ده وقع عليك ظلم منه. انت كنت بتحب الشريك جدا يا برج الاسد، وكنت بتخلص له بطريقه رهيبه، بس غدر بيك، بس غدر بيك، رغم ان انت ما عملتلوش حاجه، رغم ان انت بالعكس كنت كويس جدا معاه، وكنت بحبب له الخير، وكنت كنت دايما بتفضله عن الاخرين، كنت دايما بتفضله عن الاخرين، بس اول ما اذى اذاك انت، اول ما طعن طعنك انت، وانت تعبت، تعبت. عندك هنا فرصه مهنيه حلوه جدا انت تتعرض لها الايام اللي جايه، فرصه مهنيه هتتعرض لها الايام اللي جايه. انت مستني ترقيه، او مستني وظيفه جديده، او مستني حد يكلمك، بس خلي بالك، خلي بالك واحذر. عندك حرف محمد، وعندك حرف الالف وحرف العين، حرف الالف والعين في حياتك، واسم محمد، خلي بالك. عندك مواجهة مع شخص بيكرهك، او هتشوف حد بيكرهك، هتشوف حد بيكرهك، خلي بالك. انت دخل بينك وما بين الشريك فتنة، دخل بينك وما بين الشريك فتنة، ودخلت بعض الامور اللي عقدت حياتك، بعض الامور اللي عقدت حياتك وزعلت منها. انت دايما بتحلم بكوابيس وبتحلم بمنامات مزعجة، دايما بتحلم بكوابيس وبمنامات مزعجة. اليومين دول انت محتاج يا برج الاسد ان انت تسيطر على اعصابك شوية، محتاج ان انت تقف على ارض صلبة شوية، محتاج تدي نفسك بعض الراحة. انت من كام يوم سمعت خبر حلو، بس يا فرحة ما كملت، خدها الغراب وطار. دايما فرحتك ما بتكملش، دايما فرحتك ما بتكملش. بالنسبة للحاجات اللي انت بتفكر فيها وبالك مشغول بيها، ما تقلقش، هتتم، هتتم، عشان شايفة لك فرحة، شايفة لك احتفالات. دايما الدنيا واخدة منك فرحتك، دايما الدنيا واخدة منك فرحتك، ما عندكش اكتمال في اي حاجة، ودايما شايل الهم. ده بسبب السحر اللي معمول لك بوقف الحال. اكتب تم يوصلك فيديو علاج السحر، او هتلاقوه في اول كومنتات. دايما فرحتك محسود عليها، دايما حاسس بالغدر من اقرب الناس ليك ومن اللي هم توأم روحك. اليومين دول انت بتعاني من حسد، بتعاني من فلوس متبخرة، بتعاني من صداع مستمر، بتعاني من نسيان، قلق، خنقة من غير اي سبب، خنقة من غير اي سبب. عايز اقولك ان الخنقة اللي انت فيها والضيق اللي انت بتمر بيه حاليا
والصدمة النفسية هتتبدل 180 درجة. أيوة هتتبدل 180 درجة. حياتك عبارة عن كذبة مع بعض الأشخاص، بس بلاش تفكر كتير في ناس أذياك، بلاش تفكر كتير في ناس أذياك، علشان الأخبار الحلوة القادمة في حياتك من نصيبك. أنت أصلا مستني أخبار حلوة وبالفعل هتحصل عليها، علشان أنت قلبك طيب يا برج الأسد، قلبك طيب جدا، بس مطعون مطعون من مقربين، من أشخاص. من ناحية حياتك العملية هتتحسن الفترة اللي جاية، وهتدخل في انطلاقات حلوة، وهتدخل في فرحة جديدة. العاطفية هيكون عندك رجوع واحذر، وهيبقى عندك تعارف مع حد جديد. ارجع واقول لك يا برج الاسد، وانا دايما اقول لك الحسد انت اللي جايبه لنفسك. بلاش تضحك، بلاش تتكلم، بلاش تتكلم بطيبة قلبك زيادة عن اللزوم. الناس مش حبالك الخير، الناس مش حبالك الخير ولا حبالك الفرحة زي ما انت فاكر. علشان كده كل ما بتقدم على وظيفة، كل ما بتقدم على حاجة، مفيش حاجة بتكمل. كل الأوقات الصعبة اللي في حياتك دي هتنتهي الفترة اللي جاية. الاكتئاب هينتهي، الأيام الوحشة هتنتهي، الانهيارات، كل اللي انت فيها هتنتهي، علشان انت كنت في وقت غلط. طب أقول لك على حاجة، السما هتمطر لك يا برج الأسد، السما هتمطر لك رسائل وبتقول لك ابشر ابشر عن كل حاجة قسيت فيها هتتغير في حياتك الفترة اللي جاية بإذن الله. انت عانيت وتعبت واتظلمت، بس حياتك هتتحسن. في اشخاص انت انفصلت عنهم لحد الان بيراقبوك، في اشخاص انت انفصلت عنهم لحد الان بيراقبوك ومش سايبينك في حالك. بعض الاحيان اختيار الانفصال يا برج الاسد عن اي حد، حاسس ان هو بيديك شعور بالراحة والانتماء، بتبقى مطمن، وساعات بتكون غلط. انت بتحب التغيير، بتحب الحياة الحلوة، بس دايما الوضع عندك كل ما يتحسن بيتقلب. دايما كل ما الوضع يتحسن بتحس ان هو اتقلب. الفترة اللي جاية دي وضعك هتبقى تحسن، وضعك هيبقى تحسن، بس بلاش تفكر في الماضي كتير جدا. عندك بداية جديدة او قصة جديدة، سفر، لقاء باشخاص، الاشخاص دول هيديكم طاقة ايجابية. وهيبقى عندك برضو رجوع حد من الماضي، ممكن الحد ده يكون حبيب، صديق، اخ، المهم هيكون عندك فيه قصص هتتفتح وفيه اوراق هتخلص. بعض مواليد برج الاسد بالهم مشغول بدراسة، بس عايز اقول لكم ان الفترة دي هيبقى عندكم امور حلوة، بس ابعدوا الاشخاص السلبيين عن حياتكم، ابعدوا الاشخاص السلبيين على حياتكم. انت هنا برضو يا برج الاسد شايفالك عين حزداك، العين دي قديمة جدا في حياتك، العين دي قديمة جدا في حياتك. بتسبب ليك وجع في اكتافك، بتسبب ليك كسل كسل، بتسبب ليك وجع في جسمك، وزي ما قلت لك دايما فرحتك متاخدة منك، دايما فرحتك متاخدة منك بسبب العين القديمة اللي صايباك وعملالك قلة الحظ، قلة الحظ والمشاكل الكتير اللي في حياتك بسبب العين اللي صايباك يا برج الأسد. يعني انت برضو محسود، محسود من عين واحدة ست خبيثة، من عين واحدة ست خبيثة، والست دي يعني مش هقولك انت عارفها، بس هي ست خبيثة ودايما عايزة سقوطك ومش حبالك الخير ابدا، مش ايوة مش حبالك الخير ابدا، علشان دايما بترمي، حاسة ان انت احسن منها، حاسة ان انت احسن منها، حاسة ان انت حياتك حلوة، رغم ان انت اليومين دول بتعاني من نفسية متدمرة، من خنقة جديدة، وبتعاني من حاجات كتير، بس برضو محدش حاسس بيه. كل اللي انت قدمت لهم الخير قدموا لك شر، كل اللي انت قدمت لهم الخير قدموا لك شر. عندك قلب، والقلب ده هيكون لم شم، قلب والقلب ده هيكون لم شم، القلب ده هيبقى فيه امور حلوة وهيبقى فيه اخبار حلوة، والله المستعان يا برج الاسد، الله المستعان على تحسين حياتك الفترة اللي جاية. يعني انت ايوه حياتك هتتحسن وهتتقلب 180 درجة، بالفعل حياتك هتتحسن باذن الله، علشان انت قلبك طيب، انت قلبك طيب، بس دايما الحسد ماشي في دمهم، الحسد عامل لك توتر. اليومين دول بتعيش ببعض التقلبات، بتعيش ببعض الحيرة، بعض الامور اللي حاسسها صعبة وملخبطة في حياتك. عندك حد هنا منافق، وحد من الاقارب، حد من المقارب منافق ومخادع. قول لي انت وصلك كلام ضايقك وزعلك، وصلك كلام ضايقك وزعلك. دايما بتبحث وتدور عن الطاقة الايجابية وبتدخل فيها، بس برضه العيون وراك وراك ومش سايباك في حالها، والست النقاقه اللي عماله تنق دي المؤذيه ربنا ينتقم لك منها يا شيخ. قول لي جات لك رساله فرحتك ولا لسه؟ جات لك خبر حلو
اداك انطلاقة جديدة ولا لسه؟ في اخبار حلوة جاية لك في الطريق، بس بلاش تكتب نفسك بنفسك، حاول تخلي بالك من كل حاجة داخل حياتك. انت رغم ان انت قوي جدا ومريت بحاجات صعبة كتير جدا في حياتك، رغم ان برضو العيون وراك، وبرضو مش هتشمت حد فيك، برضو مش هتشمت حد فيك، هتقف وهتكمل وهتعافى. شايفة هنا في شخص هيمدلك الايد وهيساعدك، والشخص ده هيكون سبب رئيسي في رزقك، في زيادة رزقك. الشخص ده هيكون سبب رئيسي في زيادة الرزق بتاعك، حياتك هتتحسن، علاقتك بيها تكون سطحية، علاقتك بيها تكون سطحية. خلي بالك الشريك اليومين دول مشغول عنك، مشغول عنك. وارجع نبه لك تاني بالعين اللي ظهرت لك، العين اللي بتراقبك وعندها فضول دايما تعرف حياتك ماشية ازاي، وبتتعامل ازاي، وبتاكل ازاي، وبتشرب ازاي، ونايم ازاي، وكل حاجة. عايز اقول لك يا برج الاسد، ربنا هيريح قلبك وبالك، وهيبعد عنك طريق الشياطين، الانس والجن. اللهم امين. والله العظيم يا برج الاسد انت عندك رسائل فيها فرحة حلوة جدا. انت من كتر الاذى اللي وقع عليك بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، من الاقارب والاصدقاء والغشاشين والمزيفين والناس اللي كانت دايما بتعاملني بنية مش كويسة، ودايما كانت ازياني، وانا كنت دايما بلاقيهم بقف معاهم ودايما بحب لهم الخير. مظلوم من اقرب الناس ليك يا برج الاسد، مظلوم من اقرب الناس ليك. فالايام اللي جاية هتبقى هتقولك ابشر ابشر، عشان انت دخلت في طاقات ايجابية. الايام اللي جاية عيونك هتلمع بقصة حب جديدة، وهيبقى عندك مبلغ حلو جدا، هيبقى عندك مبلغ حلو جدا. بس ما تخليش حد يدخل بيتك، وما تأمنش لأي حد يدخل بيتك، ما تأمنش لأي حد يدخل بيتك، علشان المقربين مؤذيين، المقربين مؤذيين. عندك عدو ليك بيعاملك بمحبة، بس هو عدو، والعدو بيفضل طول عمره عدو. في عين كبيرة جدا في حياتك مكروهة يا برج الأسد، في عين كبيرة جدا في حياتك مكروهة. شايف؟ أنا نفسي أوريها لك ونفسي تشوفها. بص يا برج الأسد، في عين قوية جدا صايباك، صايباك بالحسد والنحس والفقر والسحر اللي بيتعامل لك ده، ملخبط حياتك. عندك راجل كبير نقاق دايما بينق فوق دماغك. قول لي الايام اللي جايه انت عندك مناسبه هتحضرها، المناسبه دي هتلبس فيها لبس جديد، وهتكون مبسوط وفرحان علشان قلبك هيدق تاني. وممكن في المناسبه دي يا برج الاسد تشوف الشخص اللي انت فعلا فتى احلامك ونفسك تشوفه. بس احذر من اتنين ستات حواليك، احذر من اتنين ستات حواليك، احذر من غدر وخيانات مقربة منك، ويعني من دمك ولحمك، خيانات مقربة من دمك ولحمك. في طفل عندك هنا انت تعبان، الطفل ده تعبان وانت تعبان على تعبه، طفل تعبان وانت تعبان على تعبه. عايز اقولك الايام اللي جاية هتطرح شجرة الفرح والسعادة في قلب بيتك. ايوة الايام اللي جاية هيبقى فيه شجرة سعادة وطرح في بيتك. انت ماشي في طريق طويل، والطريق ده زي مفرع من كذا اتجاهات، الطريق ده متفرع من كذا اتجاهات، الطريق ده انت حاسس ان هو بيتقفل. لا بس خلي بالك، علشان الطريق ده زي ما هيطلعك على الخير هيطلعك برضو على بعض الاشخاص اللي هم كلهم مشاكل. ومطلوب منك كمان يا برج الاسد الفترة دي بالاخص، الفترة دي ان انت اعصابك تكون هادية. وارجع واقول لك تاني، انت عندك نمل في بيتك ويظهر لك اهو، النمل ده حسد وحسد شديد، وانت مهما تعمل هتلاقي الوصفة على قناتنا التانية. بص يا برج الاسد، الوسواس ده علاجه موجود، والقارين علاجه موجود، بس عيون الناس اللي حسداك دي مهما تعالجها فهي عيونها موجودة. فعلشان كده لازم تخفي لسانك، تبلع لسانك شوية وما تتكلمش عن اي حاجة تحسس الاخرين انهم هم ممكن يتكلموا عليك. انت مشكلتك ان انت انيق، فبتمشي في الشارع كده او بتمشي في الطريق كل الناس بيعرفوا ان ده برج الاسد على طول، من غير تردد ولا من غير كلام بيعرفوا ان ده شخصية برج الاسد. ليه بيعرفوا؟ علشان برج الاسد واثق من نفسه، علشان برج الاسد عارف هو عايز ايه وهيشتغل على ايه وايه اللي هيعمله وايه اللي ما هيعملوش. فبالتالي ما تديش اي فرصة لحد. لو انت مستني رزق، الرزق هيعوم على حياتك وهتسد منه بعض الديون. بس ارجع اقولك ان انت محتاج راحة،
محتاج راحة، في أعراض بتظهر في جسمك والأعراض دي مش كويس. أنا مش بخوفك، بس أنا عايزة جسمك يرتاح، عايزاك ترتاح كده، وعايزاك تكون متألق. أنت مقصر في حاجة يا برج الأسد، أنا دايما أقولك إن أنت مقصر في حاجة. إيه الحاجة اللي أنت مقصر فيها ومزعلاك؟ الندم ده ملهوش أي علاقة بحياتك الفترة اللي جاية، عايزاك تاخد بالك وتحذر نفسك من حاجات كتيرة جدا في حياتك، وتهدي اللعب شوية وتهدي عصبيتك شوية علشان خاطر بيتفقوا عليك. وطول ما انت هادي هتعرف مين عدوك ومين حبيبك. القلب ده قلبك انت، بص فيه كام نغزة، بص فيه كام طعنة، بص فيه كام مشكلة، فده كله هترميه ورا ظهرك. او اقدر اقولك ان انت هتغير قلبك، هترمي القلب ده وهتجدد الاكسجين بتاع قلبك من جديد علشان خاطر توصل للحلم وتوصل للهدف. فانا فرحانه لك جدا علشان شايفه قلبك قدامي. هتقولي انا قلبي موجوع، انا مفيش حاجه ابدا في حياتي مبسوط بيها، هقولك ان كلها فتره وهتعدي. انت مستني بس دعوه، استني دعوة من عند ربنا، والدعوة دي هتلاقيها بين ايدك الايام اللي جاية. يا رب تكون قراءتنا كانت خفيفة على قلبكم يا مواليد برج الاسد، وتكون نالت مرادكم. انتظروا كل ما هو جديد من اجل عيونكم الفترة اللي جاية. تحياتي ليكم.